قلق كبير بأن يكون هذا المبلغ الكبير لدى داعش، ومن الواضح أن تركيا ساعدت في إنشاء هذا الحساب الكبير لداعش، ونعرف أن داعش بعض مقاتليه ذهبوا إلى العراق، وهناك العديد من الجيوب الموجودة من داعش في العراق وسوريا إلى الآن، وداعش يمكن أن يستخدم هذه الثروات. لم نرى ذلك 100% بعد، وربما هذا لأن تنظيم داعش في الوقت الحالي قد تفرق وتشتت حول مناطق أخرى في أفريقيا وكذلك جنوب شرق آسيا. لذلك هناك مئات الملايين من الدولارات التي ستكون متاحة لهذا التنظيم مع الوقت. وأعتقد أن النقطة المهمة هنا هي أن تركيا ساعدت على إقامة بنك داعش، والآن هذا البنك سيوزع وتوزع أمواله إلى جبهات أخرى وربما إلى ذئاب منفردة، بما أن هذه الشبكات واصلوا تطورها خارج الشام. ولذلك هذا موضوع مقلق جدا. واشنطن تنظر بحذر إلى هذه الأشياء، وسيكون التعامل معها في الوقت المناسب.